كنت تعقيبا على كلام حضرتك اللي هو التارجت اللي قاله لنا او الهدف اللي قاله لنا سياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي دايما بدعم مخرجات الجامعات لسوق العمل، انت بتاهل الشباب بشكل معين بحيث ان بعد ما يتخرج يبقى يلاقي فرصه بشكل سهل جدا، واعتقد ده النهج اللي دايما معالي الوزير محمد سعفان دايما بتبقى انت حريص ان انت وانت بتتخرج وانا باهلك هتلاقي مساحتك ووجودك في المجتمع بفرصه تناسبك يعني. بالظبط، هو احنا دلوقتي حتى الجزئيه دي بالذات احنا بنشتغل عليها، وفي منصة لسوق العمل من خلال وزارة القوى العاملة وبعض الجهات المعاونة ليها هيبقى في تحليل لكامل بيانات سوق العمل على مستوى كل المحافظات وكل القطاعات زي ما محمد بيه قال، عشان نقدر نطلع بيها من نتائج تساعد مستقبلا في تحديد متطلبات مخرجات التعليم، عشان يبقى في دايما المخرجات الخاصة بالتعليم بتدي سوق العمل مباشرة احتياجاته لما تكون محددة. ده لن تتأتى إلا لما يكون عندنا البيانات الكاملة عن سوق العمل المصري بمؤشرات مختلفة في كل القطاعات الصناعية، وده يعني احنا شغالين على هذا الملف خلال المرحلة الحالية. ده فندم يخدي برضو سريعا كده قبل ما اروح لسياده النائب في سؤال، بما انه بقى في قلب الحدث سيادتك جولات مكوكيه كان على مدار الفتره اللي فاتت كلها، اعتقد ما فيش محافظه في مصر معالي الوزير محمد سعفان ما زارهاش، وكل محافظه بموضوع شكل والجزء الالكتروني والجزء التكنولوجي اللي ده توجه سياده الرئيس والدوله المصريه في الفتره القادمه، اعتقد وزاره القوى العامله بتحدث طفره في هذا القطاع يا فندم. بالتاكيد احنا يعني مساله الزيارات المتكرره للمحافظات ده شيء اساسي في نهج عمل الوزاره دلوقتي، واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا دايما نكون في واقع العمل في وسط الناس في وسط كل القطاعات، عشان يبقى احنا بنتعرف على ارض الواقع بكل ما يحتاجه العامل المصري وما يحتاجه سوق العمل ايضا. ده اللي احنا بنحاول ان احنا واحنا متواجدين بنعمل رساله كمان لكل القيادات التنفيذيه وكل مديريات القوى العامله، ان احنا النهارده مهتمين ان كل واحد فيهم انه يبقى موجود على راس العمل، عشان يقدر ان هو ينقل العمل بكفاءه معينه وبدرجه اجاده معينه. احنا زي ما بنقول احنا محتاجين النهارده ان احنا نرتقي بكفاءاتنا، نرتقي بمستوى العمل بتاعنا، زي ما النهارده مصر بتحقق في مجالات متعددة الريادة، احنا محتاجين ايضا ان مجال العمل، وانا يعني دايما براهن على العامل المصري ان هو دايما من اكفأ العمال على مستوى العالم اذا تحققت له كل الامكانيات والقدرات، فده اللي احنا بنسعى اليه خلال هذه المرحلة، وده اللي بيخلينا دايما متواجدين في كل محافظات مصر، وده امر يعني بالنسبة لنا يعتبر طبيعي، وده التوجه بتاع الدولة وبتاع القيادة السياسية ان احنا دايما نكون في وسط الناس. هاخد من كلام معالي الوزير